عن اللقيط، هل له مثل أحكام اليتيم؟ الذي يظهر والله أعلم أن مجهول الأبوين أنه أولى بالحكم فيما يتعلق بأحكام اليتيم، أولى بالحكم من اليتيم الذي فقد أباه وأمه أو فقد أباه. لماذا؟ لأنه الحقيقة مجهول الأبوين ليس عنده الكثير من الممكنات والمميزات التي يجدها الطفل إذا كان لديه أقارب، كان يكون عند أحد إخوانه أو أحد أخواته وبين أقاربه، فكلاهما قد فقد أبواه، إلا أن هذا يحتاج إلى المزيد من الرعاية والمزيد من العطف والمزيد من التعويض عن حالة الفقد الحاصلة له. فمن عني بمجهول الأبوين هو أولى بالأجر والمثوبة ممن عني بفقيد الأب أو فقيد الأم، والله أعلم. ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.